السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندي شوية جمبري محيرني ومحتار اعمل بيهم ايه. وقال لي اعمل لي بيهم صينية بطاطس. طب يعني هل يمشي معانا صينية البطاطس بالجمبري؟ قال لي ما تجرب انت خسران ليه؟ قلت له على عيني حاضر، ما اقدرش اقول حاجة، انت مخرج وانت اللي سايق. يبقى عندي جمبري بقشره وعندي بطاطس متقشرة. عندي بصل وتوم وبطاطس واعشاب وتوم، وعندي كزبره خضراء وبقدونس وملح وفلفل وفلفل حار وزيت عباد الشمس. بما ان هو بقى رمى عليا انا الايه القضيه، انا اشتغل بقى ايه ونشوف كده نعمل ايه مع بعض. نعمل البطاطس حلقات زي ما بيقولوا كده رنج. يبقى عندي الزيت سخن بتاعي سخن. بقول بسم الله الرحمن الرحيم. ونقلي، يعني مش هنقليها، احنا هناخد لها صدمة كده يعني ايه عشان يبقى ليها شخصية وما تتكسرش منه. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. ننزل كده اهو. نبدا نشتغل بقى نشوف هنعمل ايه. عندي طماطم وبصل وكرفس وكرات، حاجات حلوه تفتح النفس. عايز اقرشها تبقى خشنه شويه ما تبقاش ناعمه قوي. يبقى ادي البصلايه الكبيره دي، ادي الثوم، ادي كده اتكسرت كبيره شويه مش صغيره. هلغي بقى زيت عباد الشمس، خليته للبطاطس اقلي بيها، وده اعمل بقى زيت الزيتون لان الاسماك بتموت في زيت الزيتون، تحبها جدا كده. طيب كده عندي الكرفس والكرات وفلفل حراق، دولت حكاية. ادي مكعب مرق هنا، شوية زعتر. نصلي على الحبيب. كده جيت غلطت نسيت.
خشنة برضو اهي. وقعت من البتاع وانا شغال صلحتها. ماشي كده. عايز البصلايه بتاعتي تلون وادي البطاطس بتاعتي بدأت تحمر. اشيل بقى كل حاجه من هنا. هنا حبه كمون حلوة، شوية توابل خليهم دول على جنب كده. نشيل الحاجات دي بقى من هنا. ادي كده ده الجمبري بتاعي. اديله شوية عصير ليمون كده اهو. شوية ملح، شوية فلفل، عصير ليمون، طماطم، وآدي حبة كسر شوية الطماطم الفريش دول وكده. نطلع البطاطس بتاعتي. خدت ثلاث ارباع سوا. شوية طماطم مجروشين كده اهو. هو انا ممكن اكون بعتمد على صينية البطاطس لكن الاسم جمبري كده. مش عايز اقلب كتير عشان خاطر مهريش الجمبري بتاعي. شوية مية صغيرين. ادي كده. استاذن حضراتكم واخد فاصل وارجع لكم تاني ولا غير محطة ولا في اي حتة. طيب كده هنا حضراتكم تعالوا نشتغل مع بعض بقى كده ونقول بسم الله الرحمن الرحيم.
بقدونس وكزبرة. كده يا باشمهندس محمود. صباح الفل يا حاج شربيني. طبعا انا بلعب في السما كنت موجود وسيبنا نلعب براحتي، لكن انت لا الاساس لا عندنا. لا والله انت عملت، انت بتعمل الصح النهارده 100 يعني. الله يبارك لك يا عم محمود. ازيك يا باشمهندس؟ النهارده عملت الصح 100% والله. الله يخليك يا باشمهندس. وبعدين انا متشكل ليك، انت لغيت المسقعه المره اللي فاتت وعملت لي لسان العصفور بالسي فود، فاكر ولا مش فاكر؟ يا باشمهندس انت صديق البرنامج من يعني من زمن، وطبعا انت احلامك تجاب يعني. لا العفو، ده انت سيدي الكل يا حاج شربين. الله يخليك يا باشمهندس. الله يخليك يا باشمهندس. وده فضل من ربنا ان المحبه ربنا فضل معانا من زمان يعني الحمد والله. الحمد لله ربنا يديمها يا باشمهندس. ربنا يبارك فيك ويخليك. سؤال حضرتك يا باشمهندس. انا وانت عارف انا سؤالي، انا اول ما بشم الريحه على طول الله يسترها معاك بتلاقيني دخلت على طول شمال، انت عارف حلقه السمك دي يعني. حبيبي انت استاذنا في السمك بالذات. لا العفو العفو يا حاج برضه في حاجات بتعدي علينا يعني ما لا ما احنا يعني. برضه زيك يا عمي، ما احنا برضه احنا ما نشتطشاش يعني، احنا يعني مش طالع على قدنا خلي بالك يعني. ايوه ما نتكبرش عشان ربنا. الله اكبر الله اكبر، الكبرياء لله وحده. ايوه ده فضل من ربنا وهو اللي بيدينا مش احنا اللي الله بناخد أكبر. يعني الله اكبر الله اكبر. ربنا يبارك لك يا حاج. صباح الفل يا باشمهندس. صباح الفل ان شاء الله. صباحك كله خير ان شاء الله. شفت بقى كده يا عمي؟ ايه رايك كده يا عم شرف؟ لا رايك يهمني يا عم المخرج، ده انت الكبير بتاعنا، مش انت كبير العيله كده؟ دي حاجه بتاعت ايه؟ طاجن الاسماك الحلو ده، تاخده وتطلع البحر بيه، شوية رز جنبيه أو شوية عيش، وبالصلاة على النبي اوعى السكة والطريق. أول طبق عملناه حلو وجميل وهادي وزي الفل. الطبق اللي بعده ايه يا عمي؟ نعمل فطيرة مشروم بقى. الجو حر، لا مستحق لحوم ولا صلصة ولا الكلام ده كله، عايز يبقى جو رايق وهادي. دي المفروض تاخد سندر طماطم، لكن مفيش سندر طماطم يبقى بلاها طماطم. هنشوف ما قدرنا دلوقتي مع بعض. طيب عندي فطيرة المشروم بالجبنة والمشروم، عجينة الملفيه او عجينة الباف باستري، لبن وكريمة لباني وبيض ومشروم، بصل وتوم وجبنة بيتا، زبدة، ملح وفلفل. عايز تديها فلفل الوان اديها،
انا اشيل الطماطم منها ملهاش لازمه عندي، لكن ادخل مع الطماطم بدل الطماطم شويه فلفل الوان يبقى شكله حلو وجميل. طيب يبقى كده مقاديرنا قدام حضراتكم اهي، ونشوف هنعمل ايه دلوقتي في الفطيره بتاعتنا. دي الفطيره نجيب دي على جنب. نفرد الاول الفطيره وبعدين نشوف هنعمل ايه مع حضراتكم. ادي حبه دقيق لغاية كده واعمل ستوب. جايب دي كده وانا عامل كده اهو. ست مها. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام، ازيك يا شيف؟ عامل ايه؟ صباح الخير على عيونك يا ست مها. صباح النور يا شيف، عامل ايه؟ انا بحبك قوي يا شيف. صباح الهنا على عيونك يا بنتي. انا عايزه اشوف طريقه الكبده بالرده. على عيني يا ست العرايس، اشكرك على اتصال حضرتك يا يا ست دعاء. يا ست ولاء، ما تقولي ان انت دعاء، قصدي ولاء، مش عارف ايه، مش عارف انا ايه، دايما بتغلطيني كده. ماشي يلا بلوش انا، معلش. شغلي لي كبده برده والنبي كده. انا بيني وبينكم عايز اخد فاصل عشان خاطر مش عارف اعملها ازاي، والمخرج بيقول لي انت شكلك كده مش حافظ وعايز حد يسمع لك. طب اخد فاصل وارجع لكم تاني عشان افتكر، يمكن ربنا كريم نعرف نعملها. فاصل وارجع لكم تاني، وانا غير المحطه وانا اروح في اي حته. الراجل المخرج اللي معايا بيوزني على الانحراف، عايزني اغني، وانا يعني يا دوبك صوتي يا دوبك بعدي الحلقه. طبعا هو في بعد عبد المنطلب كده. هنا شويه زبده وشويه بصل، وادي حبه ثوم، مش كتير، كل حاجه وليها مقادير. حلو كده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يلا بقى، واللي يزعل يزعل زي ما تيجي بتيجي. هتقطع لوحديها والله غصب عني. يلا
حبة فلفل ألوان بدل الطماطم. كده اهو. مكعب مرق وشوية زعتر. الكبده بالرد قدام حضرتك يا فندم على الشاشه دي، تصورها من الموبايل. ست نجات جابتها. ست اختشي يا ولاء بقى عيب. ماشي مش كبرت كده. هنا ده المشروم بتاعي، بس هنخلي أربعة سلام كده اهو عشان نزوق بيهم الطبق، عشان ايه تقول ما تزوقيني يا ماما جدعانتك، ما تخليش ده كله يستوي منك بسرعة. خليه يبقى كريسبي. نفسي نقعد كده شهر ناكل حاجات حلوة زي كده من غير لحوم، شهر بس والله العظيم وحياة النعمة الشريفة. الجزارين والفرجية والسمكين هيندموا أشد الندم. نقضيها بيتزا، فطاير حلوة زي كده. صدقوني احنا مش هنموت، احنا بس هو انا دلوقتي هحارب سعر ايه ولا ايه؟ ما هي كلها غاليه، كله غالي. المخرج بيقول لي انت بتنفخ فربه مقطوعه. يا عم يمكن ربنا يكرمها وتتسد. اكله حبه مشروم ده بيحتوي على بروتين عالي. الجبنه تحتوي على بروتين عالي. العجينه نفسها محتويه على بروتين عالي وفيها يعني عناصر غذائيه جميله. وماليش دعوه بقى باللحمه وبالبتاع والزحمه والحاجات اللي احنا بنسمع عنها دي، اللي وصل الكيلو فيها الشيء الفلاني. يعني الواحد بيزعل والله. طيب ماشي، هنعمل ايه بعد كده؟ هذه الفطيره بتاعتي عملت زعانف دي كده، بدل ما اكل كده احس ان في حاجه حلوه باكلها. طيب يبقى كده بسم الله الرحمن الرحيم اهو. بص على الفرن بتاعي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد.
الفل. طيب نجيب بقى اللبراي بتاعي. ادي ثلاث بيضات، شوية كريمة لباني، شوية لبن بس مش كتير. نشيل دول كده بقى. ادي مضرب، بسم الله الرحمن الرحيم. اللبراية ده اللي بيمسك لي الطبق بتاعي. اطلع باللي في الفرن. اعمل تشيك الاول يمكن. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. فله يا عم عبد الرحمن. الو الو. ايوه عم عبد الرحمن. ماشي امرني يا عم عبد الرحمن. عم عبدو بيتزا. عجينة البيتزا من عيني يا قمر. كده النار بتاعتنا شغالة كده اهو. وروق نفسي بقى كده عشان خاطر ست أميرة. علي تشربيني. اهلا يا ست أميرة، ازي حضرتك يا فندم؟ الحمد لله الحمد لله كويس. انا بحب حضرتك جدا. صباح الخير يا بنتي، اموريني يا حبيبتي. انا عايزه طريقه الكب كيك. حاضر يا فندم، على عيني يا ست العرايس. اشكرك يا ست اميره على اتصالك. ست رانيا هاتي لي الكب كيك. هي بقى اسمها ماشي. طب خلاص حاضر، هستأذنكم ناخد فاصل وارجع لكم تاني وانا غير المحطة وانا رافع ايهاب. رجعنا بعد الفاصل وعندي سلطة جميلة. هنعمل طبق سلطة كده حلو ورقيق، وممكن لو الجو ساعدنا نعمل شوية مكرونة بالبتنجان او شويه مكرونه الاربياتا، لان المخرج بيقول لي احنا حلمنا امبارح بالليل ان احنا بناكل مكرونه، مش بياكل رز بلبن، لا مكرونه. طب هو احلم وانا هطبخ. ماشي كده.
كده احط حبه ملح اهو عشان ايه وادي كمان تعفير الدقيق ليه بقى عشان يبقى كريسبي كده ونطلع الشبكة بره ونحمر البتنجان خليه بس دقيقة كده ولا حاجة بس هو بدأ يشتغل اهو يلا بسم الله الرحمن الرحيم أهم حاجة عندي الزيت يكون حار سخن صلى على حضرة النبي صلى على حضرة النبي ندور الصينية يا باشا انا خدامك يا باشا اهو الباشا يؤمر كمان على عيني يا قمر يلا يا ست شماء ايوه شكشربيني السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ازاي حضرتك يا شيف في نعم يا فندم الحمد لله والله تسلم ايديك على كل اللي انت بتعمله والله يا شيف الله يجبر بخاطرك يا بنتي ربنا يديك الصحه ويقويك يا رب تحت امر سعادتك تؤمريني يا فندم الامر لله لا ان حضرتك مش مخلينا محتاجين حاجه والله الله يسترها معاك دنيا واخرى يا بنتي ربنا يصلح حالنا وحالك يا بنتي ربنا يقبل بخاطرك يعني حضرتك بس متصل عشان تسلم علينا حضرتك امبارح اسراء ومحمد وسلموا على حضرتك مين يا فندم اسراء ومحمد ربنا يخليهم لك ولادك اتكلموا قالوا ايه بقى اتكلموا شكروك كانوا بيكلموني يعني حاجه كانوا ربنا يخليهم لك يا بنتي الله يخليك يا شيخ يا رب تفرحي بيهم يا رب اشكر سعادتك على اتصالك يا بنتي شكرا ليك يا فندم طيب يعني هو ده مش خير ما عند ربنا الستة بتطلب امبارح ولادها طلبوني وهي بتطلب النهارده يعني ده فرح ليا والله وفرح ليا وان هم بيطلبوا بس عشان يسلموا عليا بشكرهم من كل قلبي طيب نطلع بقى كده ده عشان خاطر كده ايه هو الفرن ده مش شغال ولا يا ولاد انا شايف انه شغال يعني شغال اهو عامل بريبريشن اهو طيب تعالوا بقى نعمل فيليه طماطم فيليه طماطم يعني ايه يعني نقشر الطماطم بتاعتنا دايما السلطه ما بتحبش جواها الطماطم اللي هو ايه الانس القلب الطماطم كده أكلة الجرجير دي بسلطة الجرجير دي بمزاج لازم تعمل بمزاج احنا ملناش مقاديرها يا عمي ولا ايه؟ ما قلناش مقاديرها؟ دلوقتي في مقادير كب كيك على الشاشة اهي وهنشوف دلوقتي ازاي بنعمل سلطة الجرجير بالبتنجان القلب ده طبعا هعمل بيه
مكرونه، اعمل بيه بيتزا، لكن مش هترمي. خليها تشتغل براحتها. هستأذنكم واخد فاصل وارجع لحضراتكم تاني، وانا غير المحطة وانا في حتة. رجعنا بعد الفاصل كده، في ليه طماطم، وادي شوية بصل، حبة ثوم مع زيت زيتون مع خل مع ليمون. يا صلاة النبي، ادي ليمون، ادي خل، ادي زيت زيتون. بص بقى، شوية دبس الرمان، هنا شوية سماق، نجيب دول كده على جنب، نشيل كل حاجة من هنا. طلع بقى البتنجان بتاعنا اتحمر ده، شفتوا بقى، حبة الدقيق الصغيرين مع شوية الملح، عملوا معايا شغل حلو. عملوا شغل معايا حلو. اجيب بقى الطبق اللي انا هغرف فيه، ده الجرجير بتاعي. نعم يا فندم. ست هنا، يا ست هنا، ازيك يا شيف سليم؟ يا صباح الهنا يا هنا حبيبة قلبي، صباح الخير يا بابا. كويس الحمد لله. انت عاملة ايه يا ست العرايس؟ كويس الحمد لله. اموريني يا قمر، عايزة طريقة الكيكة بالشوكولاتة. الكيكة بالشوكولاتة؟ اه، على عيني يا قلبي. حاضر يا روحي، يلا يا ست هاتلك كيكة بالشوكولاتة من فضلك. صلي على حضرة النبي. لا شغالة، بس الفرع عندنا البتاع ده ترابات تتيه كده، عندنا الفرن ضعيفة شوية، بس ما تقلقش عليا،
كده هنا. نعم يا فندم. كله فل فل الفل. تلاش يابا طيب. انا ما انا شايف الجمال والحلاوة دي. كيكة الشوكولاتة على الهوا يا ست العرايس. الله الله الله. فين بقى الدريسنج بتاع الجميل؟ دول هنا؟ والبيتزا مع حضرتك على الهواء؟ المخرج بيقول لي بقالك 3 ايام شغال وما قلتلكش اكله خلصت. هو انت بتعمل ايه؟ بتشتغل في سرك؟ حاضر يا عمي. ادي بقى اخر حاجه حبه الجبنه دول. ادي اول طبق يا باشا. واطلع وادي الدريسنج بتاعها اهو. نشيل بقى كل حاجه من هنا عشان نستقبل اللي جاي. ادي الجمبري. لازم انا الاقي دي كلها شغاله بيتبقلل مع بعضيها اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. بعمل كده اهو بشوكه الاقي البطاطس بتاعتي زي ما انتم شايفينها كده استوت اهي. لو ما استوتش مش هتطلع معايا. اطلع بقى الصينيه الثانيه. في الفرن. قلت حبيبي. طيب يلا بقى نطلعها. طب خلاص هحطها لك كده في الطبق لان دي لازم تبرد شويه عشان ايه نطلعها. عايز اشكر عمي شريف مخرجنا الجميل واشكر كل الكاست اللي معايا واقول لكم نشوفكم بكره على خير. سلام عليكم.